الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع بتعداد أشواط ومنافسات هذه الفترة الصباحية المخصصة للكبار وانطلاقات الكبار والشعارات الكبيرة الحاضرة والمثيرة بتحدياتها وانطلاقاتها في آخر يوم من سباقنا المحلي الثاني. ومع هذه التحديات الحاضرة والمنافسات المستمرة على أرضية ميدان التحدي، كما تابعنا معكم وبحضاراتكم حضور شعار هجل الشحانية مع انطلاقات أشواطنا الثلاثة الأولى، وشاهدنا جزلة من حضرت برفقة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم لنا جزلة المتوجة في هذا الصباح الخاطفة لأولى أشواطنا والمحققة للتوقيت الزمني المميز 7:38.49 جزء من الثانية، توقيت جميل ورائع وأيضا مميزا، وتوقيت تحطم تحت خف جزلة وبدون أي تعليمات. كذلك حضر هيوب وكذلك شواشة برفقة الشبل جابر بن سالم بن فاران. تابعنا أيضا التحديات والمنافسات المستمرة في أشواطنا الثلاثة الأولى لنشاهد معكم مسيرة الزمول وتحديات الزمول، فحول المستقبل، بنوك الإنتاج، هذه السلالات الحاضرة المتواجدة والباحثة عن تحقيق كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية. لنبدأ مع مسيرة الأسماء الخمسة الأولى وحامل الرقم 5 من يفتتح النداء، معارك على المركز الأول، وصل بالمعاركة، وصل بالصراع والنزاع مع انطلاقة أول المراكز. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير عند محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا المشاقب انطلاقة معارك على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني يتقدم العساس، يحضر على المرحلة الثانية بانطلاقته، ولكن نرى من الجانب الأيمن حامل الرقم 14 من يتقدم الواعي الصاحي بانطلاقاته وتحدياته، يحضر على المركز الثاني. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير عند سالم بن فاران المري. المركز الثالث العساس على المركز الثالث لهجر الشحانية برفقة الذهبي بالتضمير. المركز الرابع القادم معدي، من بدأ يعدي من مركز إلى مركز حتى وصل للمركز الثاني، يحضر معدي لهجر الشحانية المالكة التضمير عند سالم بن فاران المري ليأتي على المركز الثالث بهذه اللحظات الواعي، ورابع العساس. المركز الخامس القدوم من الشعار الغرفاوي، شعار لون الشمس والسماء، يحضر مع هذه التحديات ليحضر بمسيرته مع ختام النداء الأول. تعود أيضا الملكية لهذا الشعار لهجر الغرافة مع تقدم لافي وبمتابعة المدهش سالم بن عامر اللامدهوشي. هذه النتيجة للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود ونتحول إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى معارك على المقدمة والصدارة، المدرك بالانطلاقات والتحديات على مسيرة البداية. تعود ملكية معارك لهجر الشحانية والتضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثاني التقدم من الواعي، الواعي بانطلاقاته بمسيرة ثانية. تعود ملكية لهجر الشحانية والتضمير عن سالم بن فاران المري. ثالثا وصول معدي، تعود ملكية معدي لهجر الشحانية التضمير عند سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصول عساس لهجر الشحانية
مع المضمر سالم بن فاران المري من يقدم لنا الذهبي على المركز الثاني والثالث والرابع. المركز الخامس التقدم من قبل قالط، يا هلا ويا مرحبا بقالط من ينطلق على المركز الخامس، ومع ختام النداء بنفس الشعار على المركز الأول وبنفس المضمر محمد بن خالد العطية من يفتتح النداء ويختتم مع كذلك قالت. خلف الخمس أسماء قوية حاضرة متواجدة متبعثرة على أرضية هذا الميدان، وسيل جارف بقيادة شعار هجر الغرافة نترقب قدومها في الوقت المناسب من مسيرة هذا الشوط ومع انطلاقة الأسماء المتواجدة. إلى البداية نعود إلى المركز الأول، إلى المسيطر على البداية وعلى المقدمة والصدارة، ده هنالك المنطلق بشعار هجر الشحانية المتواجد معارك على البداية، يبحث عن المعاركة، يبحث عن الصراع، يبحث عن النزاع من قبل الأسماء المتواجدة لتحلو المنافسة مع هذه المنافسات المستمرة، مع هذه التحديات الكبيرة المثيرة من قبل شعار هجن الشحانية مع الأسماء الخمسة الأولى. معارك تعود ملكية لجنة الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثاني يتقدم الواعي لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي. المركز الثالث وصول وتقدم من قبل العساس، العساس وصل في وقت الحماس ليبدأ بشد الرحال وأيضا بتحديد المواقع بانطلاقته لأيضا يشد الرحال إلى المركز الأول. لكن شوفوا قالت من الجانب الأيمن هجر الشحانية، الله المشاقب شاقب المشاقب مع انطلاقة البداية مع قالت العساس قالت هجر الشحانية في حوار ثنائي عنوانه الناموس، عنوانه الإثارة، عنوانه المتعة، عنوانه الحضور القوي المبكر لهذا الشعار، الشعار الأدعم الذهبي والمشاقب، المشاقب والذهبي. الله يا قالت عاد قالت وقادم الواعي قالت العساس الواعي قالت هو الأظهر في هذه الحظات. شوف القادم، الله هزام يقود زمام الأمور في اللحظات الحاسمة ليختطف أول المراكز. التاني والتبريكات لهجر الشحاني والتاني محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصل قالت لهجر الشحانية ثالثا، كان الوصول مشاهدي الكرام غير الواعي لهجر الشحانية. المركز الرابع كان وصول العساس لهجر الشحانية. المركز الخامس وصل شقموم لهجر الشحانية. مشاهدي الكرام متابعينا الأعزاء حبنا الكريم، تابعنا معكم المسيرة الحافلة بالمنافسة بالتحديات من قبل الأسماء التي ترافق شعار هجر الشحانية وشوارد هجر الشحانية، والتوقيت الزمني للحظة وصول هزام 8:03 من الثانية الثالث بخارج الشحاني والثاني محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام قالط 8:04 8:08 الثانية الثالث بخارج الشحاني والثاني محمد بن خالد العطية. المركز الثالث كان الوصول من قبل الواعي 8:04 8:08 الثانية الثالث. تبريكات لهجر الشحاني والثاني لسالم.